القصة مش يعني ان انت بتنشئ مكان جديد وبتعمل فيه كل الحفلات، القصة المكان الجديد ده مكان معمول سنة 2023. مدينة العالمين هي مدينة ذكية بكل المقاييس، عشان كده كان في اهتمام كبير جدا بان مشروعات الطرق ومشروعات المرافق اللي بتتعمل في العالمين تتواكب مع احدث تكنولوجيا عالمية تقدم الخدمات المستدامة لهذه المدينة الذكية. حقيقة مصطفى، وبالتأكيد الطرق والمرافق دي هتساعد بشكل كبير فإنها تقدم جودة حياة للزوار والسكان هناك في مدينة العالمين، هتساعد طبعا في تنشيط حركة السياحة بالمدينة، باعتبار أن هذه المشروعات واجهة لجذب تضاهي طبعا المحاور والطرق العالمية اللي احنا لما بنسافر بنقول الله احنا كنا عايزين حاجة زي دي بالفعل، بقت موجودة دلوقتي عندنا على أرض الواقع. خلونا نشوف بقى التقرير اللي جاي. مدينة العالمين الجديدة تتمتع ببنية تحتية ذكية وتخطيط عمراني متطور ومرافق تتواكب مع أحدث ما توصل له العلم من خدمات مستدامة. شهدت المدينة العديد من المشروعات الرئيسية الخاصة بالمحاور والطرق التي سوف تكون سبباً في تنشيط حركة السياحة بالمدينة، باعتبار هذه المشروعات واجهة جذب تضاهي المحاور والطرق العالمية. على سبيل المثال، يوجد الطريق الساحلي الجديد بطول 48 كيلومتراً والذي يشمل أعمال الإنارة والكباري، ويجري فيه تنفيذ 195 كيلومتر شبكات طرق بالمدينة. أيضاً تم الانتهاء من تنفيذ 12 كوبري بإجمالي أطوال 6 كيلومترات، وجاري العمل على 3 كباري أخرى. هذه المحاور والطرق والكباري ستساهم في تخفيف وتسهيل حركة المواطنين والسائحين وتنقلهم داخل المدينة، واختصار المسافات من منطقة إلى أخرى. شهدت المدينة أيضاً الانتهاء من تنفيذ كباري المشاة على بواغيز 3 و4 ضمن أعمال الممشى السياحي في العالمين الجديدة، بالإضافة لتنفيذ منطقة الحديقة العامة بمساحة 50 فداناً ومواقف الانتظار وتجهيز الطبقات الأرضية لاستيعاب أحمال السيارات. ويتم أيضاً تركيب أول جزء من الهيكل الخشبي المميز لمطعم التبة والانتهاء من أعمال خرسانات منطقة الخدمات. ومن أهم المتطلبات التي لابد من توفرها في المدن الذكية الساحلية الجاذبة للسياحة شبكات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي وصرف المطر. ووصلت نسب الإنجاز في هذه الشبكات أكثر من 90% لبعض المناطق، كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء وإطلاق التيار على 6 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة التي تم تشغيلها. ويجري أيضاً تنفيذ حواجز أمواج لحماية البواغيز والشواطئ بأطوال حوالي 2.5 كيلومتر لحماية حوالي 8 كيلومتر طول من الشواطئ، ولعدد 4 بواغيز وفتحات دخول مياه البحر للبحيرات بعرض 60 متراً للفتحة الواحدة. وترجع أهمية هذه الحواجز تطبيقاً لاستراتيجية مصر المتطورة في حماية الشواطئ من آثار التقلبات الجوية، حتى يستطيع المواطن الترفيه والاستمتاع